وبالعودة إلى موضوع الفيلم الوثائقي قطر وملف الأسود الذي نشرته وبثته قنوات أبو ظبي الرياضية، معي من دبي الكاتب والباحث السياسي السيد درار الفلاسي. سيد الفلاسي مساء الخير. هناك رابط إنساني ربما له صدى طيب حول فساد ملف مونديال 2022 في قطر، وهو قضية الأخلاق. هل تعتقد أن العالم قد يرضى بإزهاق الأرواح وانتهاك حقوق الإنسان في قطر تحت ذريعة ومبرر استضافة المونديال وإقامة المنشآت الضرورية لاستضافته؟ أعتقد يعني بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أصبحت الأمور واضحة وضوح الشمس. الأمور في قطر يعني كان عندهم الاعتقاد السائد أن بالريال القطري باستطاعتهم شراء كل شيء. الآن أصبحت الأمور واضحة وضوح الشمس، الجميع يدرك حجم الفساد في الرياضة خاصة وإذا كانت قطر طرف في هذا الشيء. الفضائح التي طلعت في الفيفا الاتحاد كرة القدم أعتقد كانت كفيلة بإسقاط إمبراطوريات، يعني إمبراطور الرياضة بلاتر يعني، وأيضا البعض الآخر سقط بسبب حجم الرشاوي التي كانت تستخدمها قطر لكسب كأس العالم. وأنا أعتقد أن كأس العالم كان هدف للقطريين بالذات لاستغلاله لتمرير أجنداتهم الخاصة لبقية الأمور. ولكن الآن أعتقد أن آن الأوان لسحب كأس العالم من قطر، لأنها لا تستحق أن تنظم كأس العالم أو تنظم بطولة بحجم كأس العالم، لأن أيديها ملطخة أيضا بالدماء. إذا نحن بس نسأل كم من الناس الذين قتلوا وزهقت أرواحهم في سوريا والعراق وليبيا ومصر وفي تونس واليمن وايضا في البحرين، هم لهم ايادي ضليعه في هذا الشيء ولا يخفى على احد في هذا الشيء. كم من الناس الذين شردوا بسببهم؟ فانا لا اعتقد ان احد يرغب ان يضع يده. نعم، طيب استاذ درار، في هذا الملف برايك الى اي مدى تهدد القضيه الاخلاقيه والانسانيه بسحب شرف تنظيم كاس العالم من قطر؟ كيف ستواجه قطر كل هذه الفضائح، خصوصا ما يتعلق منها بالجانب الإنساني والأخلاقي؟ العالم يتوقف كثيرا عند هذين الجانبين والحقوق أيضا. أعتقد قطر دائما، أنت لو تلاحظ محاولة إنكار ما يحدث، وأعتقد هم عايشين في عالم ثاني أو في كوكب ثاني، لأن العالم يدينهم وهم يتحدثون عن أنهم أبرياء من هذا الشيء. الأدلة والبراهين كلها تتكلم أن قطر متورطة في دعم الإرهاب وتمويل الإرهاب وتحريض التحريض وأيضا دفع الفدية للجهاد. فقطر متورطة، لا مجال أيضا. إذا نتكلم عن الرشاوي والفساد في جانب الرياضة، قطر متورطة حتى على قم على يعني غرقانة في الموضوع هذا ومدانة أيضا في هذا الموضوع. ولا تحاول يعني، أنا من الأفضل لها أن تتنازل تنسحب عن كأس العالم، عن تطلع يعني تطلع بفضيحة. أعتقد أن يسحبون كأس العالم عنك فضيحة بحد ذاتها، يعني أنت لن تكون مؤهلا في المرات القادمة لتنظيم أي بطولات بعد هذا. شكرا جزيلا لك من دبي الكاتب والباحث السياسي درار الفلاسي.